بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم الزمامره كتحقق هذا الانجاز التاريخي واللي لقبوه بعض الاخوان الصحفيين بحدث القرن. فالحمد لله اليوم كيتحققوا في مدينه غاليه علينا اللي هي وحنا كنحتفلوا مدينه القنيطره، مدينه اللي ديال التاريخ ديال الرياضه وديال الاسماء الكبيره تبارك الله اللي مات الله يرحمه واللي باقي على قيد الحياه، الله يجعل ربي يطول له العمر ويعطيه صحيحته. مدينه العزيزه في قلبنا اليوم الحمد لله كنحققوا هذا الصعود، هذا فرحانين بواحد الشكل كبير، وفضل التعاون ديال المجهودات والمكونات كلها، رئاسه، اعضاء مكتب المسير، لاعبين، جمهور ديال المدينه، ديال الاقليم بشكل عام وديال الاقليمين ديال الدكاله كذلك. كان واحد التوازن واحد التضامن ما بين جميع المكونات ديال 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 النسيج المجتمعي الدكالي اللي امن بهذا المشروع ديال نهضه الزمامره وبغى يشوفه في اون بريمير ديفيزيون، هذا المشروع اللي هو فعلا استثناء حقيقي، وانا اؤمن بذلك على اعتبار ان المدينه صغيره ومغموره رياضيا مقارنه مع الكبار. وكانت سنه صعيبه، المنافسه مع تاريخ النادي القنيطري وحنا عليه تنهضروا، والمنافسه كذلك مع المغرب الفاسي لم يكن الامر هينا بالبتة، لكن الحمد لله ربي وفقنا ويستر لنا هذا الامر هذا. يعني هذا الانجاز التاريخي سي عبد السلام يعني تحقق وبفعل يعني حسن التدبير، لان اخر الاخبار اللي عندنا بان الميزانيه كانت قليله وقليله جدا ما تحققش بها الصعود. اكيد نقول لك الميزانيه ديال الزمامره تقل كثيرا عن الميزانيات ديال بعض الفرق الاخرى بلا ما نذكر الاسم ديالها اللي عندها تاريخ الى اخره، ولكن حتى هما عندهم ثقل ديال في الميزانيه، يعني عندهم ارث. احنا ميزانيه بسيطه وصغيره جدا والحمد لله، بفضل كاين حسن التسيير، ما غاديش ما نشكروش نفسنا، وانما كاين حسن التدبير وحسن التسيير، وكاين المؤازره وكاين القرب الكبير من الفريق، وانتم شاهدتوا هذا الشيء. احنا راه واقفين على كل صغيره وكل كبيره في الفريق، لا ما عندنا حتى شي حاجه فين فين غادي اللي غادي تغيب علينا، يعني الوقوف غير هو في هذا الاطار. سي عبد السلام اكيد ان التجربه ديالكم كمسير سابق في حسنيه اكادير انكم وظفتوها هنايا في الزمامره، لان شفنا اربع سنوات وفي الحضور ديالكم طبعا ان الفريق خطى اربع درجات في تقريبا في اربع مواسم. واكيد التجربه الحمد لله، ومدرستي الاولى هي مدرسه حسنيه اكادير بكل اعتراف، وكنوجه تحيه عاليه للاخوان ديالي ديال الحسنيه اكادير اللي عاشوا معايا في اللي كنا جميع في المكتب المسير، وعلى راسنا القيدوم الحاج الحسن فيجتيكان وسي عبد الله ابو القاسم والرئيس الحالي كذلك السي سيدي نو اللي كان معنا في نفس المكتب. اكتسب تجربه كبيره جدا، اولا اشنو هو القوه ولا شنو هي الاستفاده الرئيسيه، هي ان خلاتني كنامن بان هذا المشروع ممكن انه يوصل القسم الوطني الاول، يعني هذاك الايمان، لانه ما يمكنش تسطر واحد البرنامج وانت ما مامنش به، هذاك الايمان ينبثق او ينبع من التجربه الماضيه ديال حسنيه اكادير، طبيعي جدا. كذلك الحمد لله اسم عبد ربي بكل تواضع معروف على الصعيد الوطني، وتيخلي ان الناس تامن بك كجديد او كوافد جديد على البطوله برو، لا الثانيه ولا الاولى.